تطوير نظم الاشارات. كان عندنا فن الاشارات ميكانيكيه بتعمل يدويا زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي الابراج زي ما موجود على اليمين كده في 2014 حاجه يعني اقل ما توصف ان هي يعني رديئه جدا حالتها الميكانيكيه، وده الاهم كمان من الحاله الاعتياديه يعني ضعيفه جدا. طورنا يا فندم كل الابراج الاشارات او ابراج التحكم والمراقبه اللي هم 60 برج على الثلاث خطوط الرئيسيه اللي احنا انتهينا تقريبا دلوقتي من تطويرهم بالكامل، اللي هو القاهره اسكندريه ثم بنها الزقازيق بورسعيد ثم القاهره اسوان، خلصنا منه ثلاث قطاعات والقطاعاتين التانيين شغالين فيهم دلوقتي. ايضا يا فندم الاشارات كلها كانت اشارات كلها ميكانيكيه، السيمافور بينزل يبقى القطر يكمل، ولكن دلوقتي بقت كلها في 2023 الصوره اللي على الشمال دي كلها اشارات كهربيه ضوئيه. كذلك البرج من الداخل يا فندم كان فيه الملونات دي او اليدات دي بتتحرك يدوي، يتشد كده التحويله تفتح يتقفل تاني التحويله تقفل عشان القطر يعدي، ممكن تزجن ما يفتحش القطر يكمل على طول ينزل على الارض. اصبحت كلها تحكم الكتروني داخل ابراج المراقبه زي ما هو وضع على الشمال في 2023.